الله يصلحك يا عمي يا بخاطر. غلطت وقلت لها خبي لي كيك الكاس عندك، شلون بدي رجعها هلا؟ وهلا شو بدك؟ اللي عليك عملته اطولي من خلقتي. مش عايزك الكاس. لا تطولي. شو تعبك يا عمر؟ يا مطعم يا عمر بس خاطر تعبان كثير وجابوا له الحكيم حمزه. خاطر اسمع شو بدي لك، بدي احكي لك على كيل الكاز اللي اخذه عمي ابو قاتل. راح شو بدي اساوي هلا؟ والله ما ارجع على البيت ما لسيت الكاز. لا تقيمه يا ابتي فوزيه.